أيضا مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص جناح فاعل في عمليات التنمية وهذا التشارك ما بين الدول والأنظمة الرسمية، ولها ما لها في هذا التشارك وهذا التفاعل والإسهام في عمليات التنمية التي تصل بأجيال قادمة إلى تنمية مستدامة. ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صنع الخير. برحب بحضرتك دكتور مصطفى. ومصر الآن بضيوفها الكرام يتشاركون، يتحدثون، يتناقشون ويتحاورون بإرادة للمستقبل الأفضل. ما هي دور المؤسسات الخاصة بالمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في تفعيل تنمية مستدامة من أجل مستقبل أفضل لأجيال في العالم الذي نحياه؟ هي دور المجتمع المدني والمجتمع الأهلي بقى أصبح الآن دور شريك رئيسي لدور أجهزة الدولة والجهاز التنفيذي وأيضا القطاع الخاص في تقديم كافة الخدمات والمشروعات التنموية المستدامة اللي بتحصل في ربوع مصر، سواء في المبادرة الرئاسية حياة كريمة أو كثير من المبادرات الرئاسية اللي يمكن اللي انضمت أو بقت من داخل المشروع القومي حياة كريمة. وده بنشوفه الحقيقة في ورش ما قبل الافتتاح الرسمي لمنتدى شباب العالم واللي شاركنا فيها، سواء في الحديث عن دور القطاع الخاص والمجتمع المدني، في الحديث عن شراكات فعالة في كثير من المبادرات، وأيضا الحفاظ على المشروعات والحرف اليدوية والتراثية في صعيد مصر وبعض محافظات الوجه البحري. وده بيدل على إسهام المجتمع المدني في بداية العام الخاص بـ 2022 عام المجتمع المدني، زي ما وجه السيد الرئيس إن كل الناس لها فرصة كبيرة في المشاركة والدعم وتطوير كافة أوجه التمكين الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. نعم. والحفاظ على كل المشروعات البيئية والأراضي الزراعية، وده يمكن بيحصل من خلال التوعية وبيحصل من خلال الممارسة وتنفيذ المشروعات، وشفنا ده في عيون كثير من شبابنا الأفارقة ومن أمريكا الجنوبية والأمريكا الشمالية ومن أوروبا، وناقشنا أكثر من 6 ساعات أول أمس في جلسة خاصة بالتجربة المصرية حياة كريمة، وده الحقيقة كان رد فعله قوي جدا إن هم بيسمعوا تجارب المجتمع المدني المصري، تطور كبير وإسهام كبير من المجتمع المدني ومشاركة فعالة في المبادرات الرئاسية، سواء مراكب النجاة وتقليل الهجرة غير الشرعية من القرى المستهدف أكثر من 70 قرية مع وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، دور كبير مع وزارة التضامن في برامج فرصة، الكثير من الخدمات الطبية والتنموية اللي بتحصل على أرض مصر في كل القرى المستهدفة. نعم. في المرحلة الأولى. نعم، وهذا ما يستدعي عمليات التنمية المستدامة وتنمية ما يتم من إجراءات خاصة بالارتقاء بمستوى معيشة المواطنين أو بشكل عام المناطق الأكثر احتياجا في العالم وليس في مصر فقط، إذا كنا ما نتحدث عن قضايا الهجرة غير المشروعة أو الإتجار بالبشر، وهذا ما نجحت فيه مصر بالفعل من عدم خروج أي من مراكب للهجرة غير المشروعة عبر أراضيها أو مياهها الإقليمية. كلام حضرتك مظبوط بالفعل يا فندم، وده حصل في اطار بروتوكول تعاون يمكن من خلالنا في حياه كريمه وصلنا على الخير ووزاره الهجره، تشاركنا في الحد من الهجره غير الشرعيه في القرى المستهدفه من المبادره الرئاسيه مراكب النجاه، وبالتزامن مع اطلاق المبادره الرئاسيه حياه كريمه. المبادره الرئاسيه بتعمل على توطين اهداف التنميه المستدامه ومشروعات البنيه الاساسيه والتحتيه، واحنا بنقوم في المجتمع الاهلي في تقديم الخدمات الطبيه بشكل دوري وتقديم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر مثل مراكب الصيد وثلاجات حفظ الأسماك ومشروع النول والسجاد اليدوي وكثير من المشروعات اللي بنقوم بتسليمها الآن في 70 قرية المستهدفة في المبادرة الرئاسية مراكب النجاة. وهنا يمكن أعلنت معالي الوزيرة في جلسة حياة كريمة على هامش منتدى شباب العالم 2022 في ثاني جزء من الجلسة عن عدم وجود مراكب بتخرج من مصر، ويمكن كمان اعتراف من المنظمات الدولية اللي كانت حاضرة امبارح واول امس والنهارده. الحقيقه كنا في نقاش كبير مع كثير من الاطراف والشباب الافارقه والدول الغربيه، وقد ايه بيشيدوا بفكره عدم وجود مراكب غير هجره غير شرعيه، وبالشكل اللي بقت مصر تنتهجه الان في تدريب الفني لشبابنا
وتأهيلهم وخروجهم بشكل شرعي. يعني بقى دلوقتي المراكز الألمانية في مصر بتطلب شباب للعمل بشكل رسمي وسفر بشكل معترف به، وبيشيدوا بهذه التجربة، وده اللي احنا ان شاء الله مكملين الفترة القادمة داخل إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وبننسقه الآن في مشروعات كبيرة في أسوان وفي إنا وفي سوهاج وأسيوط والفيوم بإذن الله. نعم، المجمعات الصناعية الصغيرة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة متناهية الصغر والحرف التراثية كما ذكرت في معرض حديثك. دكتور مصطفى، مؤسسات المجتمع المدني ودورها في تنمية مثل هذه المشروعات ومن ثم توفير فرص العمل للشباب والفئات العمرية التي تحتاج إلى بداية قوية بأماكن مرفقة بمشروعات الجدوى الاقتصادية منها مدروسة بالفعل من الدولة حتى تستطيع النجاح. كلام حضرتك بالفعل مظبوط يا فندم. احنا يمكن بدأنا نتحرك في مبادرة استدامة، ودي بتقوم على تطوير الحرف اليدوية التراثية والحفاظ على كثير من المشروعات اليدوية في محافظات مصر المختلفة. بدأناها بمصنع سجاد الانتاج السجاد اليدوي من الحرير وتصديره لبعض الدول. احنا ان شاء الله هذا الشهر يكون معرض كبير لاهالينا اللي بيشتغلوا في المصنع في المانيا، وننطلق الى البدرشين في نزله الشبك في الجيزه، ثم مصنع اخر بيتم انشاؤه الان في الانا، ثم 12 قريه بيتم تطوير حرف اليدوية التراثية في النوبه وغرب اسوان. وده الحقيقه كان بدا توجيه السيد الرئيس بعد زياره اسبوع اسوان، لما الاهالي طلبوا من سيادته تطوير الحرف وانشاء معارض ليهم في العاصمه الاداريه، ووجه سيادته بتكفل صندوق تحيا مصر ب 200 مليون جنيه لمده سنتين بمعرض دائم في مدينه التراث في العاصمه الاداريه لكل المشغولات والانتاج اليدوي. وده شيء بصراحه هيعمل نقله حضاريه ونقله نوعيه كبيره لكل المنتجات اليدويه والتراثيه لاهالينا في الصعيد وبحري، بالاضافه لمعارض تراثنا وديارنا اللي بتقوم به وزاره التجاره ووزاره التضامن الاجتماعي. لكن المجتمع المدني مستمر في الدعم، في توفير المستلزمات، في تدريب اهالينا، في توفير لهم كثير من المعارض والتسويق الخارجي خارج مصر. الدول الغربيه وخاصه اوروبا بيطلبوا المنتجات اليدويه المصريه والتراثيه بشكل كثيف اذا ضمن الجوده والخامات الجيده، وده اللي ان شاء الله بنوفر لهم من التمويل. وبنقوم على احدث دورات تدريبيه مع كليات فنون جميله وفنون تطبيقيه والاستعانه ببعض الخبرات الدوليه، وده اللي ناقشناه النهارده في صباح اليوم في المنتدى. تلقينا مع مجموعه من الخبراء من عده دول موجودين ومنظمات دوليه ايضا في تتبع الامم المتحده للمشاركه ودعم هذه الحرف اليدويه وتطويرها. وده شيء الحقيقه المجتمع المدني معني بيه بشكل مباشر، وتحدثت مع معالي وزير التضامن الاجتماعي منذ فتره قليله ان احنا نبدا نشتغل على تطويرها بشكل مستمر ورعايتها بشكل مباشر. نحن نخرج للسوق الغربي دلوقتي، يمكن ازمه كورونا شويه كانت معطله طبعا الخروج والمعروضات في فكره التسويق الدولية. التسويق للمنتجات المحليه، هل من الممكن ان نطمح في خروج منظمات المجتمع المدني بشكل بروتوكولات تشاركيه مع نظرائها في الدول كافة، ويعني ربما نتحدث عن الدول الإقليمية ودول القارة الإفريقية باعتبارها الأقرب مكانيا حتى اللحظة، يعني بنوع من التشارك فيما يخص الشباب وتنشيط الدخل لدى الشباب في كافة دول العالم؟ خليني أقول لحضرتك دي نقطة مهمة ويعني توجه مهم جدا، ان يكون في توأمة وشراكات وبروتوكولات تعاون مع بعض الدول سواء في القاره الافريقيه او خارج افريقيا او الشرق الاوسط، لان السوق يمكن في جنوب افريقيا بشكل محدد بقت وزاره التجاره والصناعه والتضامن بيفتحوا اسواق لمنتجاتنا المحليه من المنتجات اليدويه والتراثيه. والحقيقه خرج العديد من ابنائنا واهالينا اللي بينتجوا السجاد والمفروشات اليدويه في اخميم في سوهاج وعرضوا هذه المنتجات، والحقيقه كان الطلب عليها متميز جدا. وبدانا كمان نخرج دلوقتي الى بعض المعارض، وانا الحقيقه تقابلت مع كثير من المؤسسات في اوروبا وخاصه تتبع الاتحاد الاوروبي او ارمينيا او هولندا، فرنسا، المانيا، وان شاء الله بننظم معاهم. يمكن شويه زي ما قلت لحضرتك ان الكوفيد هو اللي كان يمكن محجم الخروج او المعارض الدوليه او
الشكل البيع المباشر، وده احنا بنحاول نستعوضه عن طريق البيع الالكتروني من بعض المواقع المشهوره عالميا، لكن ما زلنا في الاطار ان احنا ان شاء الله على هامش منتدى شباب العالم نقدر نخرج باتفاقيات دوليه، شراكات ما بيننا وبين الشباب ومنظمات المجتمع المدني الشريكه اللي حاضره معانا، وده بنحاول ان شاء الله نتممه على اخر يوم في المنتدى باذن الله نكون وصلنا لعده بروتوكولات تعاون في هذا الاطار الخاص بتطوير الحرف اليدويه وتسويقها، وايضا يكون في استدامه لهذه الخدمات والبيع والتسويق مش مجرد فقط هذا العام ولكن على مدار الاعوام القادمه باذن الله. نعم، كل الشكر لحضرتك وكل التوفيق ايضا للوقوف على ارض صلبه للتعاون والتشارك والتكامل بين دول العالم وشباب العالم. الأستاذ مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، جزيل الشكر.